اهلا بيكم، تعال نحضر مع بعض النهارده صينيه الفراخ في الفرن. سهله جدا وبسيطه جدا جدا. كم مره كنا عايزين نعمل اكل وبس تعبانين كسلانين مش قادرين نبذل مجهود كتير وبنضطر نطلب اكل. الوصفه دي بقى مناسبه جدا انك تعملي اكله حلوه جدا طعمها مميز وفي نفس الوقت سهله جدا وبسيطه، ومحدش يتخيل انها ما خدتش وقت خالص ولا مجهود، واعدادها تقريبا ما خدش على بعضه كله يعني اقل من ربع ساعه. وكان عندنا صينية فراخ حلوة جدا والفراخ دايبة بتتبيلة مميزة جدا جدا. انا بسمة الفيومي، لو اول مرة تشوفوني انزلوا حالا اعملوا سبسكرايب او اشتراك في القناة وفعلوا علامة الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديوهاتي الجديدة. وما تنسوش قبل ما نبدأ الوصفة انزلوا حالا ادعموني بلايك. عملتوا اللايك؟ يلا بينا نبدأ وصفة. المقادير بقى بسيطة جدا جدا ومتوفرة في كل بيت. هنحتاج كيلو الى ربع من الوراك المتقطعة منظفة كويس، تقدروا تستخدموا اي فراخ صدور زي ما انتوا عايزين. هحتاج كمان بصلتين كبار متقطعين مكعبات، هحتاج قرنين من الفلفل الرومي برضو متقطعين مكعبات، معلقه صغيره من الثوم المفروم، وهحتاج كمان نص كوبايه من الطماطم المبشوره. بالمبشوره بنبشر الطماطم عشان نشيل القشر وناخد بس القلب بتاع الطماطم. كمان هحتاج معلقه كبيره من السمنه او من الزبده او من الزيت. هحتاج كمان كوبايه من الميه ومعلقه صغيره من الدقيق، معلقه صغيره مش اكتر من كده، انا مش عايزاها تبقى تقيله، الصوص يبقى تقيل قوي. قلبتهم مع بعض كويس جدا ودوبتهم وهنحطهم على جنب ويلا بينا نبدا. في طاسه تكون سخنه هنزل بمعلقه السمنه بتاعتي، وبعدين هنزل عليها بالبصل. تقدروا اصلا مش عايزين تقطعوه مكعبات، تقدروا تقطعوه شرايح يعني زي ما انتوا عايزين. احلى حاجه في الوصفه دي ان انتوا تقدروا تغيروا زي ما انتوا عايزين. المهم في الاخر انك تعملي حاجه سهله وبسيطه، هو ده الهدف من الوصفه دي اصلا. هقلب البصل لحد ما يدبل كده شويه. خلي بالكم انا مش عايزاه يتحرق ولا ياخد لون بني خالص، يعني مجرد ما البصل دبل كده بالمنظر ده. بس هلم بقى البصل بتاعي كده على جنب، وبعدين هنزل بالفلفل وبرضه هشوح تشويح. بصوا النار بتاعتي عاليه، انا قدام النار كله ورا بعض ورا بعض ورا بعض، مش بسيب اعمل اشوح فيهم، يعني ايه هي كل حاجات هتتحط ورا بعضها كده بمنتهى السهوله. بس شوحت الفلفل شويه، هلم برضه البصل والفلفل كده على جنب، والنار بتاعتي عاليه. هنزل بالوراك بتاعتي. انتوا عارفين ان انا بحب الوراك، على طول بستخدم وراك، يعني لو بعمل فراخ سليمه بجيب وراك، لو كده بجيب الوراك المخليه. يعني انتوا بقى حطوا صدور، تقدروا تحطوا فرخه سليمه، تقدروا تحطوا فرخه سليمه، بس هنشوح الفراخ الاول. يعني هتبقى الفرخه متقطعه نشوحها الاول وبعدين ننزل عليها بالتوابل بتاعتي انا بالبصل والفلفل. يعني شوحت الفراخ بتاعتي على نار عاليه، اللي هو بس يا دوبك كده ابتدى لونها يتغير. هضيف بقى التوابل، معلقه صغيره من الملح ومن البابريكا ومن البهارات ومن الفلفل الاسود، ونص معلقه صغيره من الحبهان المطحون، ونص معلقه صغيره من الجنزبيل المطحون. استغنوا عن الحبهان طبعا، زي ما بقول لكم على طول انا بحب الحبهان بحشره في كل الاكل، فلو انتم مش بتحبوه شيلوه. قلبت شويه بس كده شميت ريحه التوابل، وبعدين هنزل بالطماطم بتاعتي. بصوا كل الحاجات دي ورا بعض، يعني ورا بعضها ورا بعضها. وبعدين هننزل بالثوم، هقلب برده تقليبه كده، اللي هو بس اشمم كل مكون بحطه يا دوبك اشممه النار كده. وبعدين هنزل بالميه والدقيق اللي احنا قلبناهم مع بعض، وتاكدوا كويس قلبوه تاني قبل ما تحطوه عشان ما يبقاش في اي دقيق في القعر. قلبت بقى وهسيبه على النار بس اللي هو يغلي اول غليانه بس. تقدروا تكملوا التسويه كلها على البوتاجاز من فوق، تغطوا عليه وتهدوا النار وتسيبوه لحد ما يتقل كده والصوص يتقل ويتسبك ويبقى حلو. انا اول ما غلي بقى بالمنظر ده بالظبط هاخده بقى وهبدا ادخله الفرن في صينيه، في بايركس، في طاجن لو عايزين. هنزل بالفراخ بتاعتي والفرن بتاعي متسخن على درجة حرارة 200، هسويها بس كده مش اكتر، وبعدين هدخلها الفرن بتاعي لحد ما تغلي وتاخد لون كده من فوق غامق والصوص بتاعي يتقل. يعني مش على حسب حرارة الفرن عندك هتاخد قد ايه، يعني خدت تقريبا معايا ربع ساعة بل ما وصلت للنتيجة دي بالظبط. مش قادرة اوصف لكم الريحة عاملة ازاي، ريحتها حلوة جدا. احلى حاجة انا بحب الاكلات السريعة، يعني رجعت من الشغل ومليش مزاج اعمل اكل، الاكلة دي سريعة جدا مستعجلة، بلاش نطلب اكل من بره، نعمل الاكلات السهلة السريعة البسيطة دي. انا بترجت اليومين دول كتير في وصفاتي ان انا اعمل لكم حاجات سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت مميزة وطعمها مختلف غير اللي احنا متعودين عليه. يعني ما هوش طبيخ اللي احنا متعودين عليه على طول، او بانيه ومكرونة زي كل البيوت المصرية، لا احنا بنجدد. يعني دي وصفة سهلة جدا، جنبها بقى عيش
جنبها رز ابيض، رز بالشعريه، حبيتي تدلعي نفسك شويه تعملي طاجن رز معمر وبس. وعندك فراخ دايبه ريحتها حلوه وطعمها حلو بمنتهى السهوله والبساطه. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، اتمنى تجربوها تقولي رايكم فيها ايه. ما تنسوش تدعموني بلايك للفيديو حالا حالا، ولو لسه ما عملتوش سبسكرايب اعملوا سبسكرايب. واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات جديده، وباي باي.